السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعي قناة كاميرا العيادة وقناة فوتوغراف العيادة وجريدة الإلكترونية جديد أنفو، كلكم كتعقلوا على هذا السيد هذا اللي معايا. شوف هنا براشيد، هذا سيدي، هذا هو براشيد اللي قلت لكم جاب واحد تجربة خاصة ديال الفلاحة من إسبانيا، درنا ليه عاود زيارة إن شاء الله. غادي نشوفوا دابا، نشوفوا العملية ديال الحصاد عنده هنا بواحد الماكينة خاصة، ونشوفوا عنده الأجواء، نشوفوا عنده الأجواء ديال الحصاد كي دايرة، ونشوفوا يعني الفلاحه، نشوفوا الفلاحه ثاني كي دايره عنده هنا في دوار غليل امازدار، تابع النفو الترابي ديال جماعه تغزوت نيطعطا هنا باقليم تنغير. هذه هي بانوراما الفيرما ديال براشيد، هي هذه، وهذه يا سيدي هي الغله، ها هذه هي الغله ديال هذا العام، هذا ديال القمح، تبارك الله، ها الغله ديال القمح، الله السنبوله، ها السنبوله ديال القمح، ما شاء الله، اللهم بارك. ودي صراحة هذا السيد هذا والله الا داير واحد، عنده واحد الاجتهاد خاص في الفلاحه، تبارك الله. ولكن الاهم والاهم هو الماء، الا كاين الماء كلشي كاين، ما كاينش الماء ود الخوت الفلاح متسامحون. ولكن سي رشيد هو يعني مثال للمواطن المغربي الناجح، مشى لاسبانيا يعني اتخذ واحد التجربه ديال الفلاحه تما. خلاص راه كنت اللي متبع القناه من الاول غادي يكون عارف يعني سي رشيد، يكون عارف علاش كنهضر، وعنده واحد جاب واحد التجربه خاصه في الفلاحه من اسبانيا، وجا لهنا وشرى هذه البركه هذه ديال الارض يعني، وجالس كيستثمر يعني في الفلاحه، كيستثمر في الفلاحه هنا. عجيب، قلت لكم راه رشيد، راه سي رشيد يعني راه مثال يعني الفلاح المغربي الناجح. هذه هي الاله العجيبه باش كيحصل براشيد، هي هذه، راه جاي الخدام اللي غادي يخدم بها، جاي دابا هو اللي غادي يدير لها امارشي ان شاء الله، ونشوفوا الاجواء ديال عمليه الحصاد عند براشيد. الاشاره هنا، الله ما عرفت دابا واش البطيخ هذا، ولكن غالبا البطيخ هذا اللي كاين هنا، يا البطيخ القرع، ولكن البطيخ هذا. على عين كما قلت لكم يعني براشيد مثال للفلاح الناجح، اللي فلاح مغربي ناجح 100%. الخدام هو كيستعد ان شاء الله باش يدير لنا امر لهاد البركه هذه. شتي الفلاحه مش مزينه، شتي الطيور، هما الطيور يعني كيبداو كياكلوا هنا، واي حبه يعني كنطير عليكم صراحه الله ما ليش انا سمارش، اي حبه كلها طير. بسم الله، هو السيد يدير امارش لهاد الماكينه هادي. الفيديو سي ناتك دري، سير على الله. بسم الله ها هي لا ماشين دايره امارش، بسم الله هادي على الماكينه فيها واحد السلسله هنا، هادي هي الماكينه ديال الحصاد، هي هذه شناها، ها هو السريج اللي عنده، هو هذا الباسان هو هذا. الحمد لله الطاقه الشمسيه كذلك كاينه، هي هذه، اللهم بارك، غير فقط عنده واحد القضيه في الطاقه الشمسيه كيدور غير فين ما مشات،
فقط الإشارة للماكينة، الماكينة اش توقفها كيحيد لها الشوك، شد الشوك كيحيدو ليها. وكذلك الفصة المحل المحصول ديال الفصة حتى هو كاين تبارك الله ما شاء الله، اللهم بارك. هنا هاد السلك هذا كيحيد السلك ديال كوتاكوت، السلك باش كان شاد كوتاكوت هو هذا اللي حيد دابا من الطريق ديال الماكينة على أساس باش يكمل الدورة. لا 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 هذا فقط الاخوان غير باش تعرفوا الماكينه راه خدامه بالمازوت. عجيب الله سيدي عجيب، الحمد لله على نعمه العلم. الحمد لله على نعمه العلم. كون كان البنات اللي كيحيدوا بيديه راه ما شاء الله. العلم ودا الاخوان، العلم الناس خدامه وكتقرا. الحمد لله على كل حال، هذه فقط الاخوان الاجواء ديال الحصاد المحصول الزراعي. بالنسبه للدرس، الدرس ديال الدرس المحصول الزراعي غالبا غادي باقي هذا غادي يمشي يتجمع في واحد البلاصه سميتو على اساس غير تيبسو الشمس ثاني واحد شويه تقريبا واحد 15 واحد 20 يوم عاد ان شاء الله تبدا العمليه ديال الدرس المحصول الزراعي ديال هذا العام. هذا علينا الاخوان، هكا هي الاجواء ديال حصاد المحصول الزراعي ديال القمح هنا بدوار غلي الامازر تبع النفوذ الترابي ديال الجماعات تغزو تنطاطا هنا باقليم تنغير. تبارك الله زعما هادشي ما كيفرح زعما هادشي، الله يلا ما شاء الله، اللهم بارك. عقبال النفس ان شاء الله اوكرانيا مع روسيا ياك، ما تجيكمش غريبة ان شاء الله. ان شاء الله الى كفحنا وجسادنا مني وجبد، الى كفحنا وجسادنا ان شاء الله باقي ان شاء الله ديال نفس الدول الكبيره ان شاء الله في الفلاحه، غير وكان تكون يعني تجي الدوله شويه من جهه الفلاح تعاونوا يعني بكثر من الاستطاعه ديالها. نحاول ما امكن الدولة تعطي شي ميزانية قاسحة للفلاحة على أساس إن شاء الله نمشيو بعيد. هذه هي الأمنية ديالنا، لما لا نتمنى من الله يحققها حتى النفس والدول الكبيرة. حاليا القمح والشعير، القمح كيدير 130 درهم للعبرة في السوق، يعني يكون كانت الإمكانية تكون يعني يكون الدولة مهلية في الفلاح مزيان قدر نلقاه بالنص ديال الثمن. وشريته انا شخصيا شريته ب 55 درهم قبل هذه الازمه هذه، حتى ماشي مره ماشي جوج ماشي ثلاثه. على اي الله يهدي ما خلقه صافي. كان معكم مصور محمد العيدي من دوار غلي الامازدار انا بتين غير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.